رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام ببرنامجنا الصباحي، مثل ما نوه محمود قبل قليل بأنه اليوم رح نتحدث عن وضع المواطن العراقي بين فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية المقبلة. كنا عرفنا وشاهدنا خلال هذه الأيام تم تداول أخبار مؤكدة وغير مؤكدة. هذه الأخبار اللي تداولوها هي عن وضع العراق الاقتصادي. طبعاً الوضع العراقي لح يمر بأزمة اقتصادية، هذا اللي تم تداوله على السوشيال ميديا، واللي لح ينتج عن هذا الموضوع أقل ما يمكن وصفه بنتائج كارثية. طبعا قد تكون الأخبار للأزمة الاقتصادية مؤكدة وقد تكون غير مؤكدة حول هذا الموضوع، فالمواطن يتخوف من رجوع على نقطة الصفر أو انهار اقتصاد بلده. وانتم تعرفون أنه بكل مجال حياتنا سواء كان موظف حكومي أو كاسب أو مستثمر أو مجرد تاجر عادي، فكثير من التساؤلات راح تكون حول أكيد طبعا كثير من التساؤلات راح تكون حولكم مشاهدينا، ولهذا اليوم احنا راح نتوقف عند هذه النقطة ونستمع إلى رأي أهل العلم والاختصاص بها مع الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية المهندس فلاح اللامي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك. صباح الخير عليكم على مشاهديكم الكرام، واهلا وسهلا بكم. صباحك الله بالخير. صباحكم الله بالخير والعافيه. نورتنا اليوم. الله يخليك. يا مرحبا. حياك الله. طبعا استاذ فلاح، كنا سمعنا عن هذه الانباء والاخبار اللي تم تداولها على السوشيال ميديا بانه العراق رح يدخل بازمه اقتصاديه. من وجهه نظرك بانه هذا الموضوع هل تم تكبيره والتهويل به له فعلا؟ هذا الموضوع موجود مثل ما تداولوه بالسوشيال ميديا؟ نعم. ابتداء العراق يتناول الشائعات والمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، يمكن أكثر من غيره. طيب. وهذا بالنتيجة ما يسبب التهويل الأكبر اللي احنا جايين نسولف عنه. طيب. العراق بلد عنده نفط، وهو بالنتيجة بلد مستهلك لما ينتج خارج العراق. هاي الموارد اللي جاي نحصل عليها من النفط هي حاليا متوفرة ومتواجدة، ولا يمكن للدولة العراقية أنه تقوم بعملية تخفيض للرواتب أو تقوم بعملية تقليل الرواتب بهذا الموضوع، وهذا بالنتيجة راح يدفع لأنه تكون العملية أيضا تبقى متوازنة. كيف؟ التوازن اللي جاي يصير أنه أنت مقدار الدخل اللي جاي يجي للمواطن هو مقدار ما يصرف في السوق العراقية، وبالنتيجة التاجر العراقي أو غيره هو من يبيع والمستهلك هو الطرف الآخر اللي هو موظف أو مستهلك آخر. هنا اللي المشكلة اللي راح تصير هي ممكن أنه يكون غلاء الأسعار بسبب عدم توفرها عالمياً. يعني مثلا فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، صح، حيث أن أغلب المنتجات العالمية هي من الصين، وبالنتيجة هذه المنتجات بتوقف هاي المعامل راح تسبب أنه قلة هذه المواد الموجودة في السوق العالمية، صح، وليست في السوق العراقية فقط. وبالنتيجة حاليا المفروض أنه احنا يكون عندنا أو الصين حاليا هي بدت بتشغيل بعض المعامل، لا، او بعض المصانع. طيب. اللي ممكن انه تقدر تشغلها بعيدا عن منطقه ووهان اللي هي مصدر الفيروس. هذه حتى انه اقتصادها ايضا لا يتاذى، لانه هي اعتبرت هي من وقفت العمل اعتبرت انه المواطن هو رقم واحد هو من تحافظ عليه. نعم. على طاري فيروس كورونا، يعني احنا بدنا نشوف كثير من الناس تقول انه سبب الازمه الاقتصاديه هو فيروس كورونا، فأنت تعرف بعد يعني الكثير من الأقاويل من خلال القنوات الفضائية وباقي وسائل الإعلام الأخرى، هل يا ترى فعلا هي نتيجة الفيروس فعلا أم هي أداء اقتصادي سيء ماشي نتيجة أنه هو اللي وصلنا لهذا الحال؟ يعني عالميا الاقتصاد العالمي تأثر جدا بفيروس كورونا، لأنه أغلب المعامل هي محلياً توقفت. محليا احنا سوء الإدارة للموارد الموجودة بالعراق هو هذا مشكلتنا، مو اليوم، نعم، ولا قبل سنة ولا قبل 10 سنوات ولا قبل 20 سنة. احنا آلية التخطيط
والتوزيع للموارد، العراق يمتلك من الموارد ما يكفيه ويكفي الآخرين. طيب. وبالنتيجة أنت اعتمادك لا يزال إذا قبل وإذا الآن هو جاي يعتمد على النفط، في حين عندك موارد مائية، عندك موارد بشرية، عندك عقول، وعندك أرض ممكن أنه تستثمرها حتى زراعياً وصناعياً، لكن سوء التخطيط هو مستمر إلى هذه اللحظة. زين أستاذ فلاح، أنا ببالي موضوع شاغلني ومتخوفة من عنده. يعني هل ممكن نعيش لا سامح الله مثل أيام الحصار إذا ما تعاملت الحكومة العراقية بجدية مع اقتصادنا الضعيف؟ ونعرف أنه بالوقت الحالي تفشى فيروس كورونا، زين، بالإضافة بأنه الدول بدأت ما تستقبلنا، تمنع استقبالنا وغلقت الحدود. نعم، هذه بالعكس اصلا هذا المفروض يكون دافع ان احنا دائما العراقيين عندهم عزيمه صح. وممكن يكون عنده دافع انه يبدي يخلق شيء من لا شيء حتى لا نكرر ذيك الايام اللي مرت، حتى لا نكرر ذيك الايام اللي فاتت. وبالعكس هسه حاليا اكو موارد، وموارد متوفره، ومو كل الحدود احنا تقريبا انسدت يعني هسه حاليا ويانا. وهو هذا إجراء احترازي ترى بالمناسبة من منظمة الصحة العالمية، إجراء احترازي لعدم تنقل الفيروس. يعني احنا اكو فيروسات هي صارت سابقا، لكن ما كانت هذه سرعة التنقل بين الدول بشكل كبير. يعني هسه اي فيروس ممكن عدا كورونا غيره، يعني ممكن يستحدث اي شيء جديد بلحظة تشوفه باكثر من بلد. ليش؟ حركة الطيران، التواصل والتنقل وحركة المواصلات صارت سريعة. يعني احنا اذا نقارنها بعام 1950 او 1960 او لغاية 1980 ما كانت هذه حركة التنقل، حركة السياحة. وبالنتيجة هسه اي فيروس هو قابل للتنقل. منظمة الصحة العالمية حتى لا تعتبر وباء، بالنتيجة هي حدت من عملية التنقل وصارت هاي الاجراءات. وبالنتيجة أنا شفت يعني في أكثر من دولة خلال هاي الفترة الماضية أنا تنقلت، الإجراءات يمكن العراق إجراءاته أعلى من غيره، وهذا أنا أطمن به الناس حقيقة. لأنه اللي يعني بالحدود العراقية قصدك؟ يعني أنا من شفت مطار بغداد والهالة التفتيش وغيره ما شفته في مطارات أخرى. يعني اجراءات سلسه، اجراءات بسيطه. يعني خلينا نقول احنا بالغنا بالموضوع، احنا دائما نبالغ بالموضوع لكن احنا نحب بقوه ونكره بقوه. زين، بس من وجهه نظرك مو افضل انه زين؟ هو طبعا الاجراء الاحترازي هو دائما يعني انت الوقايه خير من العلاج. اكيد ايطاليا يعني الجهله والفيروس، لكن هسه حاليا عايشين بازمه كبيره. الاعلام انا حقيقه صرت اذا ما اشوف بنفسي مو دائما اصدق اللي اشوفه بالميديا. لانه تتناقل اخبار عن فترات سابقه، عن فيلم اجنبي ممكن ينزل لك اياه بلحظه وتشوف عمليه هجوم او عمليه اخلاء او غيرها. وبالنتيجه احنا دائما اشوف حتى ما يسال عن صحه الخبر، ينقلب بكل سرعه. يعني الكل اصدقائه هو مبالغه باخبار ايطاليا. انا ما شفت حتى أنا أقول، أنا هسه جايتني عندي دعوة. نعم. طيب. زي من غرفة التجارة الإيطالية أنه أنا أزورهم. زين، فكيف هو إذا هاي الإجراءات وهو يسوي دعوات؟ يعني لا يزال للتجار العراقيين أو للمسؤولين. نعم. زين، حسب قراءتك للواقع الاقتصادي بهاي الأزمة إذا وقعت مؤقتة ماشي، او ممكن تستمر لسنوات هاي الازمه الاقتصاديه اللي راح تمر علينا، او ان شاء الله ما تمر؟ احنا نقول يعني شوف، مو قلت لك احنا دائما مرتبطين هسه بالسوق العالمي. الازمه الاقتصاديه هي ازمه عالميه، مقدار الدين العالمي هو يتعدى الواردات الاجماليه لكل الدول. يعني هسه حاليا الدين العالمي يوصل الى 300%. الدين العالمي اي يعني انت واردات نقول 100%، لكن الدين العالمي حاليا هو 300%، ضعفين. فهذا بالنتيجه هو اكو ازمه اقتصاديه عالميه. يعني مثل ما مرت الازمه الاقتصاديه اللي بعام 2008 تقريبا، هذه ممكن انه تكون هي ازمه اقوى عالميا. لكن احنا سولفنا على وضع العراق، وضع العراق شكله خاص، ودائما هو مستهلك، ومستهلك عنده موارد، وهذا المورد
حاليا الله انطانا هاي النفط خلانا احنا عندنا مورد. يعني انت هسه تباوع مثلا لبنان، لبنان حالتها حاليا مثلنا، عندها مظاهرات، عندها مشاكل سياسية، عندها غيرها غيرها غيرها. لكن بالنتيجة يعني زرت لبنان قبل شهر تقريبا، كساد ووضع مالي مزري حقيقة في لبنان، بسبب أنه هو ما عنده موارد. أنت بكل هاي الأزمة اللي صارت، أنت عندك النفط مستمر وعندك الموارد جاي تدخل لوزارة المالية، وبالنتيجة حتى بوجود عدم وجود حكومة أنت حاليا جاي تستخدم الموجود اللي عندك وتقدر حاليا تمشي أمورك بشكل طبيعي. على طار النفط، احنا نعرف انه في اموال سنويه تاتي من زياده مبيعات الميزانيه. ليش؟ لانه الميزانيه دائما تحدد بسعر، يعني خلينا نقول بسعر اقل من سعر البيع. طيب ليش الجهات المعنيه ما تلجا لها بدل هاي التنبؤات السلبيه اللي تثقل كهنا احنا كمواطنين؟ نعم، هو احنا سولفنا قبل شويه على سوء الاداره. هو سوء التخطيط وسوء الإدارة وعدم توقع أو التنبؤ للفترات. يعني دائما أكو كل دول تخلي خطة 50، تخلي خطة 20، تخلي خطة اللي هي 25 سنة قادمة. إحنا العراق لا نزال في وضع الخطة السنوية. نعم. واللي هي أنا حتى فترة سولفت على أنه إحنا عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة ما حلت يعني من زمان، ولا وهي أنه إحنا دائماً الميزانية هي تقارب في بداية السنة. طيب. وإلى أن تصرف عبر 3 أشهر. إذن طار الربع الأول من السنة. زين، الربع الثاني تبدي الدوائر والوزارات تبدي تتحرك حتى تسد نقوصاتها أو اللي تحتاجه. طيب. من السوق. هذه الفترة إلى أن أحالت عقود، إلى أن كملت، عبرنا إحنا نص السنة. من بعد نص السنة أنا خلال هاي الثلاث أشهر لازم أقرر أنا اللي إيش قد راح أصرف. من شهر 9 إلى شهر 12 راح تبدي الميزانية تريد تقفلها. زين، إذا فترة الميزانية مالتنا اللي هي لأنه لسنة واحدة وبهالتقسيمات اللي قسمت لك إياها هي راح تصير جدا مربكة. يعني انت هسه ما تعرف انت ايش تحتاج. انت هسه عندك مؤسسه، طيب، وانت هذه المؤسسه انت محدد لها. زين، انت اولا ما تدري بالتخصيصات ايش قد راح تجيك. انت بعدك بالربع الاول ما تدري بالتخصيصات ايش قد. صح. استلمت بعد الربع الاول من السنه، يلا استلمت التخصيصات، بديت تبدي تصرف. انت وصلت الشهر 9 يريدون من يمك تقدم ميزانيات. طبعا. زين، وهذا بالنتيجة يسبب إرباك لكل وزارة ولكل دائرة، ونوبات تأخذ أكثر من قابليتها، وبعدين تريد ترجع الباقي ما تعرف وين توديه. وزين، وتحاول الصرفة بسرعة حتى لا خطط. فهو هذه هاي الخطط اللي هي خطط سريعة، خطط آنية، هاي تسبب مشاكل. يعني ممكن نقول هذه الخطط الفورية هي اللي تخلينا نتلافى الأزمة؟ لا، هذه بالعكس، هذه تزيد الأزمة. تزيد. زين، أنا حابة أعرف منك شنو هي خلينا نقول الحلول الفورية اللي تخلينا نتلافى هذه الأزمة. شوفي، احنا اذا نسولف بهذا الموضوع يمكن نحتاج لنا حلقات باختصار. زين، لازم نحكي عن هذا الموضوع. نحكي عن هذا الموضوع حقيقه. يعني اللي شفناه احنا يجوز ندخل هسه بسايد التظاهرات وغيرها وغيرها. طيب، الشباب هي طاقه، استهلك هذه الطاقه، استفاد من يمها. احنا هذا اللي نقوله، طرق الاستفاده كثيره. طيب، دائما الدول هسه اذا تلاحظون اغلبها اسرع طريقه للنمو هو البناء. طيب، تشوف مجمعات سكنيه في مثلا، نبدي من العراق، في اربيل مجمعات سكنيه وبالنتيجه صار فد نمو وازدهار كبير جدا. صح. في اربيل. تركيا بدات هذه العمليه وتشوف صار ازدهار ونمو كبير بعد عمليه البناء، الاملاك مالتها لغير دول، لغير دول للبيع. إذا البناء هو دائما أقوى استثمار ممكن أنه تقوم بداية. خلي يقومون بهاي الخطوة بعدين باقي الخطوات. خطوة البناء، أنا خلي أعطيك معادلة بسيطة جدا أنا مسولفها دائما. أنا هسه اليوم إذا أريد أبني لي عمارة من 10 طوابق، طيب، العمارة 10 طوابق احتاجت مواد بناء، احتاجت ما يقارب 100 عامل. حلو. أنا هسه أخذت، شوف، جبت من البطالة 100 عامل.
بالضبط. زين إذا بنيت 10 عمارات يعني 1000 عامل احتاجت. لا تنسى تحركة زين. السيارات كسبت باص الشركات أكل, أكل وشرب كافيات رمل حصو حداد انترنت كهرباء مجاري. إذا أنت حركت بالضبط قاعدة كبيرة. إذا البناء احنا خلينا نستفاد من تجارب زين. احنا هسه حاليا احنا نشوف الوضع الصعب اللي دمر به يعني. وممكن انه استاذ فلاح الحكومة نقول ليش ما تعلمت من الأزمة الاقتصادية اللي مرينا بها عام 2008 من نزل سعر برميل النفط إلى 30 دولار مشابه للوضع الحالي. ليش دائما العراق بده يرجعون لنفس الوضع ما نتقدم لنحو الأمام؟ بس احنا دائما نرجع للوراء ونعاني من أزمة اقتصادية خانقة يعني. نعم احنا إلى الآن ماكو رؤية رؤية الدولة رؤية رؤية يعني هسه اليوم انت اليوم تستلم قطعة أرض. انا راح انا دائما اشبه الأشياء بتشبيه بسيط. نعم انا اليوم من احتاج اليوم استلمت قطعة أرض او اشتريت قطعة أرض انا اول فقرة اجي راح انظفها راح اسيجها. شوف هسه هاي الخطوات كنا نعرف اسيجها زين واني بعدين قيسها على دولة وبعدين اني اجيب مهندس واقول له خطط لي اياها. اكو واحد شي يسوي يقول والله دخل يبني لي غرفة هذا اللي ما خطط شلون مكان يريد بس احط لي غرفة وحمام وهول. وورا فترة باوع قال جاني خطار خلا اسوي لي فد غرفة ذاك السعيد من ما حسب حساب كل شيء. اذا هو هذا اللي ما خطط. واكو واحد باوع جيرانه هاي القطعة نفسها صارت هي قصر. الله والنتائج تكون مختلفة والنتائج تكون انا خليتكم شوف انتم بالضبط تخيلون البلد هو قطعة ارض سيج حدوده ونظفه وجيب له ناس تخطط له. خططنا له اذا النتائج راح تطلع عندي قصر كبير. أنا أحسن ما تطلع عندي بيت تعبان متهالك زين ويوميا راح أجدده. زين زين بما أن الحكومة العراقية اليوم لا تتعظ ولا تتعلم شنو ممكن اليوم جنابك تقدم نصيحة للمواطن اللي ما يملك غير راتب الشهري وشون ممكن يقدر يتعامل ويتكيف مع هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة؟ نعم المواطن حقيقة شوف احنا خلي شوية دائما أرجع بمعادلات بسيطة. طيب احنا شفنا وضع الحصار وشفنا التفاصيل وكذا وشون بدينا الحاجات انا اليوم ابدي اتعامل وياها بشكل منظم. طيب يعني احنا فترة الحصار هواية من الـ 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 بدينا نتعامل مع ضروريات فقط. نعم والكماليات بدينا شوية نقلل منها الى ان نهيناها احنا بالحصار. طيب. نعم اذا انا هسه ما اريد اقول اوصل لهالمرحله لكن شوف كل شيء هو متوفر الانسان اكو قبل اهلنا قبل يقول الدبر ما جاع. حلو زين عد هذا المثل احنا راح نتوقف حاليا حتى نرجع نكمل مشوارنا ويا كل مشاهدينا الاكارم واكيد مستمرين وياك الله يخليك ضيفنا العزيز. فطبعا بما انه احنا نشوف كثير من الاعداد اللي موجوده اللي هم بالقطاع الخاص اللي هم عددهم 8 ملايين شلون راح يكون وضعهم وشلون راح يتخطون هاي الازمه والتعامل مع هذا الوضع يعني؟ نعم القطاع الخاص بكل دول العالم بالمناسبه هو الدوله اللي تعول عليه. طيب يعني كل الشركات العالميه هي شركات قطاع خاص وليست قطاع حكومي. الدعم الحكومي المفروض هنا فتح مصارف خاصة حاليا موجودة احنا عندنا نقد بالعراق موجود المصارف حاليا عندها فلوس حاليا هي اكو مبادرة للقروض والسلف للمشاريع ولغيرها لكن بنفس الوقت اكو تكبيل لهذه القروض يعني القطاع الخاص هو يقدر يحركها هاي الفلوس الموجودة يعني أنا قبل كم يوم في دبي المصارف تنطيك فلوس تنطيك تستثمرها لا بدون استثمار لا شو تسوي أنا خلي أنطيك فد فكرة يلا. أنت تنطيك فيزا كارت بها فلوس طيب زين أنت هاي الفيزا كارت أصرف منها بالشهر لكن أنت بالنتيجة قبل رأس الشهر غطيها تسددها غطيها
هاني بدون فوائد. هذه اشتري بيت، اشتري سيارة، اشتري كذا، لكن انت دائما اعرف ايش قد عندك فلوسك، ايش قد، بحيث انت تقدر تسدد او تبقي دائما هذا القرض مالك. هو قرض لك، ما سديته انت هاي الفلوس اللي موجودة اكو فوائد معينة، اذا انت ما مغطي لنهاية الشهر ما مغطي، ادفع بس نسبة الفائدة اللي هي 3%. فانت صرت بهالاثناء اكو الدولة منطيتك قرض، لكن هو بحماية. طيب استاذ، شنو هي الاستراتيجيه الافضل والانجح والاضمن لاصحاب الاستثمارات والعقارات المحليين، يعني بانه حاليا يستمرون بعملهم او يتوقفون وينتظرون لحين ما تمر الازمه الاقتصاديه ومن بعدها يعيدون النظر ويقررون شو يسوون بعملهم او استثماراتهم؟ الاستثمارات في العراق هي دائما، هو دائما احنا نقول اكو نظريه اقتصاديه تقول راس المال جبان. وهذا يخلي دائما المستثمر دائما في قلق. طيب. خصوصا في وضع استثنائي ووضع قلق. طيب. هنا أنا حتى المستثمر يبقى شغال. هو يحتاج للديمومة. أنا طبعا نصيحتي أنه للحكومة أنه الديم شغل المستثمرين. ليش؟ لأنه أنا حتى لا أدخل المواطن العراقي في أزمة اقتصادية. لأن القطاع الخاص حاليا انت مثل ما قلت هو يمثل شريحه كبيره جدا من العماله اللي هي موجوده بالعراق، وهذه اذا اني انطيتها جزء من التسهيلات او قلصت من المحددات اللي حددها البنك المركزي للاقراض، هذه هواي راح تسبب اصلا تبعدنا عن الازمات وتبعدنا عن الركود، خلصنا من كثير خلصنا من يعني شيل هم. يعني هسه اني هي دعوه ايضا للبنك المركزي انه يخفف القيود على القروض الممنوحه للمستثمرين، وهذه بالنتيجه اني انطيها على الاقل بضمان الارض او بضمان البناء او بضمان المنشأ نفسه. على طار البنوك، يعني انت تتحدث اليوم المصارف والبنوك الحكوميه والاهليه، شلون راح يكون وضعها بهاي الازمه اللي راح تمر علينا؟ حاليا المصارف كلها بها فلوس، وأكو مبادرة القروض هي موجودة حاليا راصدين مليار دولار زين لأغراض القروض، لكن أنا مثل ما قلت المحددات مخليتهم ما جاي يقدرون يصرفوها، موجودة هي. مثل شو المحددات بالله؟ يعني أنت كثرة الضمانات، يعني اللي هي موظف زين كفيل، موظف وكفيل وأرض وكذا وما أعرف شنو و و و و و وهذه بالنتيجة هم حقهم من جانب أنه يريد دائما يطمئن على هذا المال، لكن بالنتيجة قللت من عدد المقترضين، وبالنتيجة هي فوائد أيضا ترجع للمصارف، لأن هذه هي كل قرض هو أكيد وراء فوائد للمصرف. وما دام أنا عندي بالنتيجة أكو بناية أو أكو مكان هو اللي الجاي يستثمر بي، إذا أنا موجود القرض مالتي، أنا ما يحتاج أجيب، لا أقول له لا انت جيب لي عقار اخر انطيني اياه، يعني مو انا جايبني بهذا. طيب يعني اليوم تنصح المواطن العراقي بانه يسحب جزء من امواله ويبقي الجزء الاخر تحسبا من تفاقم الازمه الاقتصاديه اكثر؟ يعني كنا نعرف وشاهدنا الازمه اللي صارت في لبنان، شلون بنوك ومصارف عزت عن تقديم الاموال المودعه الكامله لاصحابها. فشو نصيحتك؟ العراق يختلف عن لبنان أنا بهذا الموضوع. أولاً إحنا سولفنا هي نفس الأزمة الاقتصادية، لا لا هي نفس الأزمة الاقتصادية، لكن أنت لبنان ما عندها مورد. أنا سولفت بالبداية أنت عندك نفط يومياً جاي يباع، وبالنتيجة جاي تكون فلوس موجودة. طيب. والمصارف هي حالياً بيها فلوس، الميزانية هي موجود بيها فلوس زين، العالم لا يستغني عن مصادر الطاقة اللي هو النفط. بالعراق تختلف عن كثير من الدول، يعني هذه أزمة المال موجودة يجوز يعني بغير دول، لكن في العراق ما تحدث مثل ما تحدث في لبنان وغيره. نعم. زين احنا شفنا دائما هذا الدعم للمنتوج الوطني العراقي ودعم الزراعة والمنتوجات والصناعات، هل يا ترى راح تحل جزء من هاي الأزمة اللي تمر علينا، تقدم فد نتيجة معينة؟ شوف اكو عدد من المبادرات اللي صارت اللي هي تقوي من المنتج الوطني، اولا عدم استيراد بعض البضائع اللي هي بالنتيجه راح تقوي المنتج مالتك الوطني، او بعض المنتجات الزراعيه عدم استيرادها من الخارج وهذا بالنتيجه
راح يشجع المزارع العراقي اللي تارك الأرض مالته، لأنه المنتج الأجنبي هو أرخص من المنتج العراقي، والنتيجة هذا راح يسبب له كساد، فقام ما يزرع. هذه الأزمة ممكن أنه بالعكس الأراضي العراقية ممكن أنه ترجع تشتغل من جديد إذا صار قطع مع دول الجوار. يعني. نعم. إن شاء الله. الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية العراقية للتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية المهندس فلاح اللامي نورتنا وأدليك مع معلومات جدا مهمة. إحنا شخصيا استفادنا منها، ونتمنى أيضا المشاهد اليوم يعني استفاد من هذه المعلومات اللي أدليت بها. شكرا جزيلا لك. شكرا. نورتنا وحياك. إذا شكرا لك، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أكيد نستفاد من هذه الخبرة المفيدة لكل العراق والعراقيين. متواصلين وياكم أحبة المشاهدين الكرام وين ما تكونون، لكن بعد هذا الفاصل وراجعين.